نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. بين يصدر بارح على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبين آخر موجودة في الرابطة زادة ما سمي ببيان الستوستين مصحة فيها عدة أحزاب سياسية وأيضا جمعيات للدعوة للتظاهر نهار 6 فيفري ذكرى استشهاد شكري بالعيد. مرحبا بك بسام تريفينا برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. أهلا وسهلا مرحبا وشكرا على الاستضافة أبو بكر. شكرا جزيلا على قبول الدعوة. خلينا نحكيه على بيان 66 قبل والبيان اللي يجي هذا الدعوة للتظاهر نهار 6 فيفري وقت البلاد في وضع وبائي خطير يعني تم منع التجمعات العامة والخاصة بالإضافة إلى تواصل حالة الطوارئ. أنتم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. نعم سنحاول قدر المستطاع المحافظة على البروتوكول الصحي والناس كل مسؤولة وتلبس لبافيت ونحط التباعد واحترام البروتوكول. هذه الذكرى 6 فيفري 2021 وتوا عنا معناها حدش من 2013 التوا مازلنا نبحث على شكون قتل شكري بالعيد. ذكرى مهمة وجب الاحتفال بها وإحيائها مش الاحتفال بها إحيائها وكذلك تأتي في معناها واقع أنه قاعدين نشوفه نحن واللاحظ وشفتوا أنتم وسائل الإعلام ومتابعة الشأن العام أن حرية التعبير وحرية التجمع السلميين في خطر معناه هذا قاعدين نشوفه في مؤشرات كبيرة كما قلنا في الندوة الصحفية متاعنا اللي الهجمة البوليسية اللي تعرضوا لها المحتجين السلميين بارتير من 14 في إلى حد اليوم فما إيقافات تنبئ بأنه هناك محاولات للالتفاف على على مكسب مكسب الثورة هو حرية الاحتجاج والتظاهر السلميين المكفولة بالدستور. 1600 إيقاف في إيقافات عشوائية محاكمات على خلفية محاذر معناها شابتها عديد الخروقات اعتداءات بالعنف تعذيب قصر موقفين بدون احترام الضمانات محاولات معناها تهديد بالاغتصاب تنكيل معناها اللي شفناه في الجمعتين اللي تعديوا من 14 جانفي التوى موهوش إحالة المحتجين اللي يثبت مخالفتهم للقانون على القضاء بل هو حسينا أنه انتقام معناها ما تخرجوش للشارع ورد بالكم تعبروا على رأيكم وراهو اللي بش يخرج سنحاسبه وسنلاحقه وسنعتدي عليه. حسينا أنه فما هجمة من السلطة السياسية ومن وزارة الداخلية أنه نسكل على بعض ما فماش خروج ما تظاهروش انتهى هذا العصر ولا انتهى توا راهو باش نرجعوا نحكم. هذا اللي حسيناه من خلال المحامين اللي مشاو زاروا الموقوفين من خلال زيارات اعضاء الرابطه للموقوفين والقصر في الاصلاحيات وفي السجون من خلال المحامين اللي تابعوا من خلال عديد الشكايات اللي جات لمقرات الرابطه. هذا لم يكن تعامل معناه في اطار القانون هذا كان تعامل فج وعنيف وغليظ شابته عديد التجاوزات والإخلالات التي ترتقي إلى جرائم اللي ما تشرفش اليوم الحكومة التونسية وما تشرفش تونس. فما أحكام صارت على قصر بالسجن توصل إلى أكثر من 4 سنوات على حد علمي هذه أحكام قضائية. أحكام قضائية نعم راه تشوف سي أبو بكر المحاضر التي أحيلت أمام القضاء والقضاء معناها مسكين وبرا معناها خطر القاضي راه باش يجيه محضر مضروب بالسفود كوبي كولي على محضر آخر راه قدام وقائع معناها تسردت عليه بلي باش يحاول معناها فما أحكام توا مغلب الأحكام باش يوريك اللي هي معناها كانت أحكام فهمت إيقافات عشوائية وعبيد ما عملت شيء عديد الأحكام بخطايا مالية وبعدم سماع الدعوة معناها جلها نقول ونحيي القضاء اللي تعامل مع الكمية متاع المحاضر هذية معناها عدد مهول من المحاضر تعديت قدامه وتعامل معها بحرفية عالية وأرجع الحقوق لأصحابها من فما اللي تم تصريحه بدون محاكمة فما اللي تم حكم عليه بخطية خطر خرق حظر الجوالين وفما شكون معناها تحكم بعدم سماع الدعوة والأغلبية الساحقة معناها باش يوريك اللي وزارة الداخلية وأعوان الأمن وقفوا العبيد ما هكاك عشوائيا انتخوبوا معناها كالقطيع دوك. أما فما أحكام كذلك أحكام قاسية وصلت لحد 4 سنوات وصلت لحد عامين على تلامذة وعلى طلبة فما شكون مشاركش في الاحتجاجات تم تخريجه من داره معناها على خلفية تدوينة فما شكون معناها تم إيقافه في وضح النهار
النهار خاطر يحمي هكا من عرش عنده حاجات معناها توحي بأنه من المحتجين حسب تفكير الأمني اللي وقفوا، معناها خروقات بالجملة اللي ولينا نعتقده أنه هذا شيء ممنهج لإخماد التحركات ولإسكات صوت المحتجين اللي خرجوا من 14 جانفي. نحن غدوة باش نهبطوا للشارع في تدعيم وتعزيز لحرية التعبير، مش في تحدي، معناه مش في تحدي للأمن. لا لا ما نتحدىوا حتى حد، نحترموا القانون، نحن هذا حق سنواصل الدفاع عنه وتعزيزه وتدعيمه، وباش نوارسه ممارسته، وباش نشجع الشعب أنه يهبط ويمارس حقه في التظاهر وفي إحياء ذكرى الشهيد شكري بعيد وغيرها من بقية. قبل راه تتذكر أبو بكر في 9 أفريل هبطت ميليشيات ومنعت المواطنين، مش عوان الأمن تضرب معناه ميليشيات. قاعدين نحسوا اليوم اللي لا ما تتظاهروش، ما تهبطوش للشارع، شارع حبيب بورقيبة باهي سكرته الداخلية، يمنعونا كل مرة باش نوصلوا من قدام الداخلية اللي هي معناها مكان رمزي، و14 جان في 2011 تم قدامه التجمهر ومن غادي معناها بداية الشرارة متاع الثورة وربنا عليه، ما عادش يخليونا نوصلوا غاديكا. لن نسلم في حقنا في التظاهر والتجمهر السلميين مع احترام البروتوكول الصحي، هذا اللي ماناش باش نسلموا فيه. طيب. رغم التهديدات اللي وصلت، رغم الكلام الخطير اللي صدر على بعض النقابات الأمنية مش الكل، ورغم التهديد ورغم الوعيد، سنمارس حقنا المكتوب في الدستور وباش نعطينا وصبينا ترخيص، راه صبينا إعلان بالمسيرة هذه. بس في نائب رئيس رابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان، حاولتوش تواصلوا مع السلطة، معناها مع وزير الداخلية بنيابة اللي هو رئيس الحكومة الآن هشام مشيشي، حول هل هناك سياسة أمنية وقرار سياسي بأنه ممارسة أقصى درجات العنف ومتابعة كل من شارك في الاحتجاجات، أو أنه هذا تصرف فردي لبعض أعوان الأمن؟ والله ابو بكر اللي نشوفه انا السبت اللي فارت، معناها الامنيين كان تعاملهم بالحق، معناها امن جمهوري وهذا شان تونس، معناها راني صاروا شويه استفزازات وتم رش اعوان الامن اصدقائنا، استفزاز وسمعوهم الكلام وكلام خايب وسبين ام وبو كذا، وهذا غير مقبول. اما مش هذه المسيره الكل، راهو ما لازمناش نصوروا المسيره الكل على اني سبين ام وبو كذا. صارت استفزازات وصارت تجاوزات، وانا واحد من الناس اعتذر، معناها كان فما أمني هكا محس روح وهو في شخص المقصود، راه مش الأمنيين المقصودين لكن السلطة السياسية، وهذه تجاوزات تصير في كل بلاصة. لكن تم معناها شفنا اللي الأمنيين يعطيهم الصحة ضبطوا النفس وما ردوش الفعل وما كانش تعاملهم عنيف، وقتاش تم رد الفعل وقتاش تغيرت الأمور بصدور بيانات من بعض النقابات اللي تحرض على المحتجين، راهو الأمنيين والسلطة السياسية والناس اللي كانت واقفة في شارع حبيب بورقيبة تعاملوا بحرفية عالية مع المحتجين وما صارتش رد فعل وما صارف عنف. وقتاش العنف؟ يوم الاثنين تحركت بعض النقابات أصدرت بيانات فيها التحريض على المحتجين، معناها ونعتهم بأبشع النعود وهكا بالوسم وكذا، وصل حتى السبان وتكفير. وقتها تبدل وليت إيقافات عشوائية، نهار اثنين وليت إيقافات وضرب في شارع حبيب بورقيبة بمناسبة المسيرة اللي عملوها بعض النقابات، معناها بشوف لهنا وسي هشام المشيشي على ما يبدو استقبل، مش على ما يبدو استقبل بعض النقابات الأمنية، مش كل مش الكل، ومعناه نأمل مازال ما خرجش معناه مش كل واضح، استثنى النقابة اللي كان خطابها متطرف. اي فوالا يعطيه الصح، يعطيه الصحة سي هشام المشيشي سيد وزير الداخلية، أرجو نتمنى أنه يكون خطابه الموجه للنقابات الأخرين بضبط النفس بأنهم يتحملوا مسؤوليتهم، يكونوا في مستوى المسؤولية، ويكون معناه تعاملهم تعامل حذاري ولائق وغير عنيف، وأنهم يوعيوا ويزيدوا الإحاطة بمنظورهم مش أن نوصلوا للمعادلة بين الحق في الأمن وكرامة الأمني والحق في التظاهر والتجمع السلميين والتعبير السلمي. هذه هي المعادلة اللي حبوا نوصلها الكل، كل واحد يقوم دوره، نحن كمجتمع مدني نأطروا المحتجين ونحاولوا أنه ما تكونش تجاوزات، وكذلك زاد كيف كيف وزارة الداخلية تسعى إلى تأطير منظورها وأعوان الأمن باش ما تصيرش تجاوزات الرهيبة والمخيفة اللي شفناها معناها طيلة 3 أسابيع اللي فاتوا. شكرا جزيلا بسام تريفي نائب رئيس رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كنت ضيفنا في ميدي